وأخيرا منتخب الناشئين يواصل تحضيراته في معسكر عمان استعدادا لغرب آسيا. الحمد لله شكر انه تحضيراتنا من البطوله الغرب آسيا بالشكل المطلوب اللي ردناه، انه اخذنا الان 5 مباريات يوم امس كانت مع المنتخب الاردني، منتخب ممتاز جدا، كانت مباراه مفيده الجانب البدني والجانب التكتيكي، وهذا ما نطمح اليه حتى ندخل بطوله غرب اسيا بكامل الجاهزيه. ان شاء الله راح نخوض مباراه ثانيه يوم 6 مع المنتخب الاردني كذلك، ومن ثم المغادرة إلى سلطنة عمان للدخول في بطولة غرب آسيا. الرؤية واضحة لجميع اللاعبين، وإن شاء الله اللي أتمنى أن ندخل في البطولة بقوة وأن ننافس على المركز الأول إن شاء الله. دخلنا معسكر تدريبي بدولة الأردن وخذنا مباراة تجريبية مع منتخب الأردن، إن شاء الله راح نخذ مباراة تجريبية ثانية مع منتخب الأردن يوم 6، وإن شاء الله بعد مباراة ثانية مع منتخب الأردن راح توجه الى سلطنة عمان لناخذ بطولة غرب اسيا ان شاء الله. دخلنا معسكر تدريبي في الاردن، خضنا مباراة ودية اولى مع المنتخب الاردني، ان شاء الله يوم 6 سنلعب المباراة الثانية مع المنتخب الاردني وبعدها نتوجه الى سلطنة عمان. تحية